سواء طلع بعد ما عرفنا ايه هو الاي اي، فالنهارده ان شاء الله نتكلم على الماشين ليرنينج. اول حاجه ماشين ليرنينج تعلم الاله. اول حاجه بيقول لك احد فروع الذكاء الاصطناعي، وانت خد بالك من الصوره اهو، ماشين ليرنينج احد فروع الذكاء الاصطناعي. هو بيعمل ايه بقى؟ بيخلي الاله تتعلم بنفسها. اقول لك بمثال، انت مثلا لو رحت للسمسار وقلت له انا عايز شقه فيها 3 اوض وفيها مطبخ وحمام وصاله، شوف لي هتعمل لي كام؟ هيقول لك مثلا الايجار الشهري مثلا 2000 جنيه. فهو قبل انت قلت له الفيتشرز فيها بتحتوي على ايه، بتحتوي على 3 غرف وحمام وصاله ومطبخ، وقال لك الاوتبوت تاجرها في الشهر ب 2000 جنيه. فالماشين ليرنينج هتعمل لي الجزئيه دي. مثلا مثال تاني، حاجه اسمها التصنيف الكلاسيفيكيشن، عايز يعرف الشخص ده عنده السكر ولا لا، بيجيب له بيانات عن المريض، مثلا ضغط الدم، البي ام اي، والسكن، حاجات زي كده. من خلال البيانات دي بيعرف هل الشخص ده عنده مرض السكر ولا لا. بعد كده بيقول لك ليه تعلم الآلة مهم وايه السبب في استخدامه. قبل ما يظهر تعلم الآلة كنا هنحلها بطريقة الاف زين. ايه كنا هنحلها؟ عندي داتا سيت، يعني داتا سيت يعني ملف اكسل، رو وكولومز، من اول بيتز لغاية النايت لايف دولت الاكس. يعني الاكس الفيتشرز، المعلومات عن البيت. البرايس ده الاوتبوت، زي ما قلت لك السمسار انت بتقول له انا عايز شقة مثلا فيها الاوض كذا، مساحتها كذا، جير بيلت ديت كذا وهكذا، فاهمني؟ فهو السمسار يجي يقول لك ده هتتأجرها في الشهر بسعر كذا، فاهمني؟ فهنا انا ممكن كنت احل الداتا ست دي باستخدام ايه؟ باستخدام الاف وزين. هو عندي 10 بيوت وبياناتهم، البيت الاول مثلا 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة، فانا عايز اشتريه هيكلف لي 2 مليون جنيه مثلا. البيت التاني عندي 4 غرف ومطبخين وحمام وصالة، هيعمل لي مثلا قول 2.5 مليون وهكذا، لغاية البيت العاشر. عندي بيانات عن 10 بيوت، فاجي احلها له بإف وزن. إف لو البيت دوت عندي إيكوال 3 رومز وعندي مطبخ وعندي حمام وعندي صالة، فإذا البرايس بتاعي هيكون ب2 مليون. البيت التاني لو البيت ب4 غرف ومطبخين وحمام وصالة، فإذا زين هيعمل لي 2.5 مليون جنيه. فدي زمان دي الإف وزن، أنت عارف اللي هي الترديشنال بروجرامينج، اللي هي البيزكس بتاع اي لغه بتلاقي فيها اف وزين. طب انا مثلا لو عندي 10,000 بيت، هل اقدر اعملها بالاف وزين؟ هتبقى صعبه. اقدر اعمل 10,000 بيت في وقت قليل؟ لا صعب. هل الدقه، هل هيكون في دقه في الشغل؟ صعبه. فهنا دول الماشين ليرنينج. اخر حاجه معانا ايه هي التايبس اللي في الماشين ليرنينج؟ اول حاجه السوبرفايز ليرنينج، ان سوبرفايز ليرنينج، سيمي سوبرفايز ليرنينج، رينفورسمنت ليرنينج. ان شاء الله هنتكلم على كل واحده. كده كان فيديو النهارده، ما تنساش جيب مي تايمز اب اند بيس اوت.